فريقنا بالسيارات موجود بألمانيا وبالتحديد على حلبة هوكنهايم. هوكنهايم معروفة بالسباقات اللي صارت عليها من زمان لغاية اليوم. نحن اليوم متواجدين لحتى نشهد شرح او اطلاق سيارة بورشا الكاريرا الجديدة يلي في شوية تكتم عنا، مثل ما عم تشوفوا كمان على الاضاءة الخلفية في هالتلزيقات يلي خليتنا ما نعرف بالضبط كيف شكل الاضاءة الخلفية رح بتكون. بالبداية صار في شرح عن السيارة وعن جسم السيارة والشاسيات، ومن بعدها دخلنا على غرفة أجهزة التعليق وكل شيء بيختص بالسلامة والتحكم، ومن بعد هالشيء دخلنا على غرفة تانية فيها كل شيء تفصيل عن المحركات وعن علب التروس. تعديلات كبيرة طرقت على السيارة، خاصة على جسم السيارة وشاسيتها، على المحرك، على أجهزة التعليق وحتى التكنولوجيا. من حلبة هوكنهايم دخلنا على نظام الملاحة جوجل إيرث وقدرنا نلاقي مكتب عالم السيارات بدبي. هذا شارع الشيخ زايد، هذا المترو، وهون منشوف برج خليفة. نحن هلأ بسيارة بورش كاريرا اس لحتى نعمل لفة على حلبة هوكنهايم.